كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، كل شيء في امان الله. مرحبا بكم في قناه ناديه اندو كيتشن. لو كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، صابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم مزيد الوصفات. غنشارك معكم اليوم وصفه سلو، واخا سبق لي شاركتها وكان فيديو اللي عجب بزاف ديال المتابعات، كما انه ما نالش الاعجاب ديال شي وحدات وحدين اخرين، لان كل وحده وطريقتها في السلو. غير وكان اليوم غادي نقول لكم بان السلو اللي كندير انا هو السلو الاصلي. انا ما كنديرش السلو الدواء، ما كنديرش السلو على بديت ان الانسان مثلا يكون متبع حميه. انا كندير السلو الاصلي اللي كان كيدار شحال هذا في رمضان، واللي كذلك كانوا الحجاج منين تيبغيو يمشيو للحج كيديوه معاهم. غير وكان هما كانوا كيخلطوه فاري بالاحيان بالعسل، انا كنخلطو او كان ميلونجيه بالسكر الثقيل. الا بغيتوا تعرفوا اسرار هاد سلو اللي كما قلت لكم سبق لي وشاركته معكم، ولكن غيرت هذه المره ماشي في المقادير ولكن في طريقه التصواب وطريقه الاعداد ديالو، ما عليكم الا انكم تتبعوا لا فيديو حتى الاخير. كنقول لكم يلا مع بعض نشوفوا سلو ديال هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والعافيه. اذا جنجلان ها هو دا، من بعد ما تنقى انا كنحمرو، ونحمرو غير دائما انا كنحمرو غير في هذه المقله هذه، وهنا كنقلي الزيت. وعلى محال غادي تشوفوا معايا اليوم الطريقه الجديده اللي غنديرها للدقيق، هو اول الفرينه اللي غادي نديرها في السلو هذا ان شاء الله. كما شفتوا معي فانا طحنت تقريبا قسمت جوجين على ثلاثة، عندي كيلو ونص طحنت تقريبا واحد الكيلو، واحد نص كيلو غادي نخليه هكا صايم. تبارك الله جوجلان هذا العام داير بحال الذهب، زوين رائع. غادي ندوز اللوز، غنهرمش شويه وغادي نخليه شويه صحيح، وغنشوفوا من بعد شنو غادي نكملوا في هذا السلو ان شاء الله الرحمن الرحيم. فكما كتشوفوا انا هنايا وجدت الزنجلان اللي طحنت مع القرفه مع النافع مع المسكه الحره، وهنا درت الخليط ديال اللوز مطحون، خليت واحد شويه، خليت نص صايم ونص مطحون، خلطته مع داك الزبيطه وطلق الزبيطه ديالو جا رائع. وهنا خليت داك اللوز اللي غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نزوق فيه الدقيق هذا العام، بما ان ما كاينينش الفران انا المهم حداياش فران فين غادي نحمر الدقيق، قلت غنديرو على الطريقه التقليديه القديمه. فعندي هنايا الزيت فاش قليت هذاك اللوز، ما تخافوش لان هذاك الشيء اللي فيه راه غير اللوز اللي بقى، داك القطعة اللوز ما عليش يعني تقدروا تحيدوها الا بغيتوا، انا بالنسبه ليا ما غاديش نحيدها. انا هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نستعمل كيلو وربع ديال الدقيق فارينه فقط. عندي معاه درت معاه كيلو ونص ديال الجوجلان، كيلو ديال اللوز، ما غنكثرش من الدقيق، نقدر نزيد واحد شويه ولكن بالنسبه ليا غنكتفي بكيلو وربع حتى الكيلو ونص ديال الدقيق. في هاد الاثناء شنو غادي ندير ان شاء الله الرحمن الرحيم؟ هذيك الزويته اللي درت فيها او اللي درتها كتسخن، غادي نزيد لها تقريبا واحد 300 غرام ديال الزبده. هاد الزبده هذه كتعطي واحد البنه، على محال اللي كيعرف السلو ديالي غيعرف بانني انا كنصوبو بالزبده. وغادي نضيف عليها كما قلت لكم تقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق، والاخر غادي نحمره من بعد، غنحاول انني نحمره في الفران. فاول حاجه غادي ندير هو انني الدقيق خصك تنقلو مزيان، فالدقيق خصو يكون مغربل، ويكون من الاحسن نوعيه جديده بحال النوعيه ديال اللي غادي كديروا الحلويات. فغادي نخلي حتى يذوب ذوب هذه الزبده ان شاء الله الرحمن الرحيم في الزيت، وتعطي واحد شويه غير شويه ماشي بزاف ديال لوكو. وغادي مباشره غادي نضيف ليها الدقيق، وغادي نبقى نحرك تحريك مستمر، يعني ما غاديش نحيد عليها. تشوفوا معايا غتبدا تذوب، غنبقى تنحركها تحريك مستمر. دونك دابا منين دابت لنا هاد الزبده، الزبده من اصل الحيواني، دائما انا كناخذ زبده من نوعيه ممتازه
من اصل حيواني لان هي اللي غادي تبنى لكم السلو. انا اليوم غادي نجاوب على كل التساؤلات ديال السلو بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي ماشي صحي فيه ليدام. السلو ما عمره ما كان كيدار على وديت باش يكون صحي. السلو كان كيدار كانوا كاين شحال هذا الناس الاولين المغاربه كيصاوبوا باش يديوه معاهم ملي كيكونوا غاديين للحج باش يعطيهم الطاقه. داكشي علاش كان فيه يا اما العسل يا اما السكر وكتكون فيه داك الزبده باش انه داك الحبوب وداك اللوز وداك الجلجلان باش انه كيعطي الطاقه. فالسلو راه ماشي كنجلسو كناكلو حنايا جبانيه ديال السلو، راه كناكلو غير شويه معلقه ولا جوج، راه هو تيبقى شهيوه ماشي تنديروه على اساس اننا غنداوو به. انا دائما تنقولها اللي بغات الدواء ولا اللي بغى الدواء يدير خلطه اخرى ولكن ما يسميهاش سلو، لان السلو الاصلي اللي الاصل ديالو غادي نكتبوه ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو في صندوق الوصف. فهو الاصل فيه هو انه كان كيتستعمل بهالطريقه، والاصل فيه هو انه كان هو اكله لاعطاء الطاقه باش الانسان. الناس كانوا كيتسحروا به، يعني كياخذوا لك جوج معلقات او ثلاثه المعلقات باش يتسحروا به باش انهم يبقى عندهم الطاقه لو لون دو لا جورني، يعني على النهار كله. كنتمنى انني نكون جاوبت على بعض التعليقات اللي كيقول لك لا درتي لي دم بزاف، لا سلو ماشي هو هذا، هذا ماشي سلو ديال الناس الدراوش. الله يحسن العوال لكل واحد. انا فقط كما قلت هنايا باش انني نشارك معكم الفكره ديالي. كنضيف كما قلت لكم غنستعمل تقريبا واحد كيلو وربع حتى الكيلو ونص ديال الدقيق، ما كنقويش انا في يدي بزاف. ضروري انكم هاد الدقيق اللي غتزيدو خصكم تنخلوه كما تنقولوا. غادي نبقى كنحرك نحرك نحرك باش اولا ما يتحجرليش، باش انه ما يتكورليش، وفي نفس الوقت باش يطيب ليا داك الدقيق ويتحمر. من بعد غادي ياخذ واحد اللون غادي تشوفوه معايا مسكي، كيجي اللون ديالو مسكي كيجي رائع. نصف الكميه كما قلت غادي نديرها هنا، ونصف الكميه الاخرى غتحمروها يا اما في الكوكوط اللي عندها القاع ديالها بحال هادي يعني غليظ، يا اما غادي تحمروه في الفران. انا اليوم غادي نحمرو في الفران، غنحاول انني نحمرو على هذا الشكل هذا. فكنخليو النار مهيله كما كنقولوا بحال الشمعه، وكنبداو نفس الوقت رانا كنصوب العشاء، ما ندير غير شويه لادام شويه ديال الابن اون صوص بلونش او صلصه بيضاء غادي نديرها بلي شامبينيون. غتشوفوا معايا بان داك الدقيق بدا كيشرب ليا. نضيف الدقيق على ما حال، هاد الطريقه كتخلي الدقيق كيطيب بشكل اعمق، لان غادي نعاودوا نرجعوا لشحال هذا شحال هذا، راه ما كانوش الفرارن، ما كانوا الناس كيطيبوا هادشي غير على الكانون، وهذه هي الطريقه اللي كانوا الناس كيطيبوا بها زمان. كيديروا الزيت، ما كانش كاع الزبده، كيديروا غير الزيت. وتبارك الله راه كانت كما قالت واحد السيده في واحد التعليق على الفيديو السلو السابقه، قالت لك كانوا القلوب الحمد لله مسلمه وكانت صحيحه. داكشي علاش تبارك الله كانوا الناس كياكلوا اليدام، جدودنا كانوا كياكلوا تبارك الله السمن من الخاب ياكل. ما نبقاش نضيف الدقيق، غادي نخليه يطيب مزيان وغادي يجي ممتاز. غادي تشوفوا بانه غيجي ممتاز معتبر بزاف 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 بزاف. كل واحد انا غندير لكم قياس كما قلت لكم كيلو ربع ديال الجنجلان او كيلو نص الجنجلان هذا العام، مع كيلو ديال اللوز، مع كيلو نص او كيلو ربع ديال الدقيق. انتما ديك الساعه ديروا على حسب داكشي اللي بغيتو. كنبقاو نطيبو فيه مزيان هاد الدقيق، ومن بعد غنزيدو الدقيق الاخر اللي غنحمرو في الفران على ما حال. كنستمرو بهاد الطريقه حتى كيولي اللون ديالو كيما قلت لكم مسكي مذهب مزيان، حتى كيطيب مزيان.
ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملوا السلو ديال هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. اعزائي من بعد ما تحمر لي الدقيق كتشوفوه جا مذهب، كنحاولوا اننا نبقاو نحركوه هو في الفران، كنحلوا الفران كندخلوا يدينا انا حمرته في الفران ديال الضو، بصداعتكم انكم تحمروا في الفران ديال الغاز، ولكن خصو التحريك المستمر باش يجي مذهب ويجي غزال بحال هكا عاطي اللمعه والنضره. بالنسبه للدقيق الاخر ها هو ده اللي خلطته انا مع الزبده والزيت، فتا هو تحمر وولا كما قلت لكم مذهب، هو كيولي هكا بحال 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 داك اللون هكا مسكي، ما كينخليوش يتحرق بزاف، ولكن هذا كيطيب حتى هو بشكل رائع 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 جدا. بالنسبه للسلو ديال هذا العام كما قلت لكم فغادي ندير فيه، انا درت فيه كيلو ربع حتى الكيلو و300 غرام او كيلو 350 غرام ديال الدقيق الابيض، ما كنديرش الفينو كندير الدقيق الابيض فرينه. درت فيه كيلو ديال اللوز هودا مهرمش نص نص، عندي كذلك شويه اللوز اللي خليته صحيح. غادي ندير فيه جوج كوزات، الناس اللي ما كتبغيش الكوزه تنقص الكوزه، ولكن بالنسبه لي انا عزيز عليا الكوزه كندير فيه جوج كوزات. درت فيه كيلو ونص ديال الزنجلان تقريبا نص كيلو خليته صحيح كله مغسول ومحمر مزيان، والنص الكيلو الاخر ها هو دا طحنته. عندي 4 ديال المعالق كبار ديال النافع وعندي 4 المعالق كبار ديال القرفه على ما حال. غادي ندير معاه تقريبا زدت فيه غنزيد واحد ربعة ديال الزبدة دايبة، ما نساوش بأنني استعملت تقريبا واحد نص كيلو ديال الزبدة مع الزيت ديال القليان ديال اللوز الف تحمر ديال الدقيق، وكذلك غادي نزيد واحد صاشية ديال المسكة الحرة، غادي نروم واحد الطويصة الراجل ديالي لأن ما كيبغيش بالسكر بتاتا، هذاك غنديرو له بالعسل من بعد. وهنا عندي سكر كلاصي اللي غادي ناخذ شويه ونطحن معاه هذيك المسكه الحره باش غادي نخدم هذا السلو. هذا تابعوا معايا المراحل لان السلو كيبغي المعيك وكيبغي دليك مزيان باش كتجنج جميع العناصر فيما بيناتها. لاستيس على محل ديال هذا العام هو هذا الكيك هذا اللي حمرنا مع الزيت والزبده، لا لشيء الا لاننا ما عندناش الفرار في اطار الحجر الصحي اللي غادي يحمروا لنا الدقيق على محل. الله يحسن عوان مالي الفران، خصنا نعرفوا بانه عمل كوميم متعب. تابعوا معايا بالعرض. بغيت تعيك مزيان، هذه لا بارتي اللي خليت الزوج ديالي غادي ندير فيها العسل. من الاحسن انكم تجيبوا عسل من نوعيه شويه ممتازه باش ما يخسرش لكم المذاق ديال السلو، سينو من الاحسن انكم ما تديروش اي عسل وما ديروش العسل اللي كيتصاوب في الدار من السكر، لان ما تيعطيش نفس البنه وكيحيد بتاتا داك البنه ديال السلو. اذا كنتو بغيتو سلو بمخو جربوا هاد هاد لا غوسيت هادي لانها كتجي انفايبل كما تيقولوا، وهي لا غوسيت الاصليه ديال السلو. نتلاقاو من بعد باش نشوف الشكل النهائي ديال السلو ديال هاد العام ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يدخل. اعزائي كان هذا وسلو ديال هذا العام، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. كنقول بان من اشهى الاشياء اللي كتكون في رمضان هي سلو الشباكيه والحريره كذلك. جربوا الوصفه ديال اليوم، جربوها بنفس المقادير بيان سور الا قديتو، ولكن كونوا على يقين انكم ملي كتجربوها بهاد المقادير هذه فكتطلع روعه. بالنسبه للحلاوه كتبقى كل واحد والحلاوه اللي كيبغي كل واحد، فانتوما ملي كتكونوا كتخلطوا السكر الثقيل فما عليكم الا انكم مره مره كتذوقوا غير بالقياس وكتشوفوا القدر ديال السكر الثقيل اللي غادي يجي لكم مع السلو هذا. كنتمنى عزيزتي اعزائي ان هاد الوصفه ديال هاد اليوم غتكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم غتجربوها وتردوا عليا الخبر. على محل كنقول لكم شكرا 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 على التعليقات، في انتظار تعليقاتكم وكذلك انتظار بارطاج ديال لا فيديو مع صحابكم وصحباتكم في لي ريزو سوسيو. كنقول لكم الى اللقاء، الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. الى اللقاء احبتي.